زمان ما شفنا ندوات بهذا الكم من الحضور، زمان ما شفنا وجوهكم. كنا دائما نعاني من ندوات الحضور ما يتعدى الثلاثة والأربع أنفار، بس اليوم واضح أن الكل وصل إلى مرحلة من اليأس، مرحلة من الغضب على اللي قاعد نشوفه واللي قاعد نعانيه في الدولة. عندنا أزمة سلطتين، نعم عندنا أزمة وطن، أيضا نعم عندنا أزمة وطن، وعندنا أزمة حكم وأزمة صراعات داخل الأسرة، وعندنا أزمة مؤسسة فساد قادرة أنها تبتلع كل المحاولات الإصلاحية فيها. الأحداث في الأيام اللي طافت أكدت ما هو مؤكد بالنسبة لنا، ما جت في شيء جديد الأحداث في أيام اللي طافت. وزير يتكلم عن فساد النواب، ووزير يتكلم عن فساد وزير في مجلس الوزراء. احنا اليوم قاعد نتكلم عن السلطتين، السلطة التشريعية وفسادها وبشهادة، والسلطة التنفيذية وأيضا بفساد داخلها وأيضا بشهادة وزير آخر. خلينا نشوف الحالة الأولى. الحالة الأولى اللي هي عبارة عن فساد النواب، نواب الشركات والمقاولين، نعم نواب الشركات والمقاولين، اتهام بصريح العبارة داخل قاعد عبد الله السالم عن وجود نواب ممثلين للشركات والمقاولين تحركهم المصلحة الشخصية، تحركهم الأموال التجارية. في أحد تحرك؟ في أحد عبر عن غضبه؟ للأسف لا، لا من السطرة الأولى من الوزراء اللي كانوا قاعدين، ولا من خلفهم من النواب اللي كانوا قاعدين. وهذا يؤكد أن كل الاتهامات التي وجهت لبعض النواب هي اتهامات صريحة، وسكوتهم هو تأكيد لتورطهم في المصالح الشخصية والمصالح الانتخابية والتجارية. وللأسف القلة القليلة من النواب اللي نرى فيهم التوجهات الإصلاحية التزموا بالصمت، للأسف. وللأسف صمتهم لاعتبارات الزمالة مع النواب الفاسدين، علينا نقول اليوم كلمة الحق، كان اعتبار الزمالة أهم من اعتبار الوطن. نستذكر أيام الأحداث الإيداعات البرلمانية، الناس ضجت، النواب ضجوا، النواب كانوا في الشارع مع المواطنين. سقطت الحكومة وحل البرلمان، بس اليوم شو اللي تغير؟ اليوم ما نشوف أحد في ظل وجود مثل هذه الاتهامات الصريحة واللي كان واضح أن لها أدلة ومستندات عرضت. اللي تغير شيء واحد، اللي تغير للأسف أن مؤسسة تشريعية ابتلعتها مؤسسة الفساد. للأسف مؤسسة الفساد قدرت تسيطر على البرلمان الكويتي. ونعم إذا هذا حال البرلمان الكويتي فإحنا عندنا أزمة في السلطة التشريعية. نشوف الحالة الثانية، وزير يتهم وزير زميل له في مجلس الوزراء بتجاوزات قيمتها 240 مليون دينار كويتي. تحرك مجلس الوزراء؟ أبد. استقال وسبب الاستقالة لترتيب العمل الوزاري، أي ترتيب عمل وزاري؟ ما الصحافة والشارع صار له أشهر يقول للحكومة يا جماعة صراعاتكم الكل صار يدري عنها، ضرب النواب ضرب الوزراء فيما بينكم الكل شافه، شافه في المجلس شافه في الصحافة. اليوم أصبح ترتيب العمل الوزاري له أهمية؟ أبد. استقالة الحكومة في واقع الأمر هي رسالة لكل الوزراء
الموجودين أو القادمين، تبي تصلح، تبي تتكلم عن فساد، ترى هذا مصيرك، تطلع برا، تسكت وتدخل في هذه اللعبة الفاسدة وتكون شريك، راح نحافظ عليك وراح تبقى ولدنا وتبقى معنا. وطبعا مجلس الشركات والمقاولين استمر في النهج ماله، في سلوكه، في التعاطي مع هذه القضية. يوم قرر ياخذ موقف النواب اخذوه في تغريدات، وكأن العملية البرلمانية والرقابة الدستورية عبارة عن تغريدات. ويوم ضجوا عليهم الناس ان انتم نواب تحركوا ادواتكم الدستورية فعلوها، قدموا طلب اليوم بتكليف ديوان محاسبة لنظر في قضية صندوق الجيش وقضية اليوروفايتر، لكن ما اعتقدوا ان هذا الطلب فضحهم زيادة، ما ستر عورتهم، فضحهم زيادة. صندوق الجيش صار له قريب السنة والكل يدري عنه، ما تحركوا. اليوم قالوا احنا بنفعل ونشوف تقرير ديوان محاسبة حتى نشوف الجانب السياسي. اليورو فايتر ديوان محاسبة رفع فيها تقرير من اكتوبر 2017، وديوان محاسبة من ذاك الوقت هو رافض هذه الصفقة، وتم توقيع الصفقة ولا حد فيهم تكلم من ذاك الوقت. اليوم لما حسوا ان فيها لقمة انتخابية قالوا خلينا نقدم طلب نيابي، طلب لتكليف ديوان محاسبة. اما اسرة الحكم فصراعاتها من بداية الدولة الدستورية، المغفور لجابر الأحمد وجابر العلي، ناصر الصوب، ناصر لمحمد وأحمد الفهد، واللي ما نقدر نقوله بنضوفه شوية الحين، خالد اليراح اليوم وناصر الصباح. والمشكلة إن التبعات الصراع وصل إلى أهم مؤسستين في الدولة، عن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. ما ظن صارت في دولة دستورية، دولة محترمة، نشوف المؤسسات العسكرية تتصارع فيما بينها. وين وصلنا اليوم احنا؟ وين وصلنا لما نشوف حساب رئاسة الأركان العامة تنشر بيان بهذا الشكل وبهذه الطريقة، ونشوف وزير الداخلية يتكلم بهذا الشكل وأن هناك صراعات سياسية؟ هذه العملية كلها قاعد تدمر مؤسسات الدولة، قاعد تدمر الدولة وهيبة الدولة. وبعدها يقولون يا جماعة لازم يكون في استقرار. ما ممكن يكون في استقرار إذا هذه البحرية اللي تبي تقود الديرة. نطالب اليوم بنهج جديد، ونطالب اليوم برئيس وزراء جديد، ونطالب بحل مجلس الأمة، ونطالب في رئيس مجلس الأمة، لكن خلينا نكون واقعيين. هل هذا هو الحل السحري؟ أغلب الموجودين شاركوا في عملية في أحداث الإيداعات، طالبنا برئيس وزراء جديد، وطالبنا بحل مجلس الأمة، وطالبنا برئيس مجلس أمة جديد، وتحقق، لكن النهج ما تغير ولا راح يتغير النهج طالما إحنا ما غيرنا نهجنا في اختيار النواب، طالما إحنا ما غيرنا نهجنا في متابعة الوزراء والنواب، طالما احنا غطينا النظر عن نائب لأنه صاحبنا وصديقنا، طالما احنا غطينا النظر عن وزير لأنه في معرفة سابقة، ما راح يتغير شيء. طالما احنا استمرينا أن ننتخب لأن هذا ابن الطائفة، طالما احنا استمرينا أن ننتخب لأن هذا ابن القبيلة. اليوم انتخابات تشاوريات وفرعيات أصبحت رسمية، أصبحت بشكل علني، ما حد يتحرك، ما حد ينتقد، ما احنا قادرين نتكلم عنها. تنتقد اي انتخابات فرعية طائفية او قبلية يتم تخوينك، اصبح الارهاب الفكري يمارس علينا. نعم مطلوب تغيير النهج
في الحكومة وتغيير النهج في مجلس الأمة، لكن لازم ما ننسى أن أي تغيير مطلوب يجب أن يبدي أيضا فينا إحنا، ونغير نهجنا في عملية اختيار النواب ومتابعتهم ومحاسبتهم. مو معقول إحنا ننطر 4 سنوات عشان نحاسب النائب، لازم نحاسب من البداية إلى النهاية. وشكرا.